بين اتجاهين مع رند. رند الان لو قلت لك بيجيكم نونو تبغين ولد ولا بنت؟ الافضل لك بنت. بنت ليش؟ لان احب البنات والاولاد يعني ما احبهم لان يضربون كذا ما احبهم. ما عندك اخو انت؟ لا ما عشان عندي انا الوسطى وفي واحده كبيره وفي واحده صغيره. ما شاء الله الله يحفظكم يا رب الله يحفظكم. بس ترى الاولاد ترى زينين الاولاد ترى في اولاد كيوتين يعني حرام عليك. نعم مو كل الاولاد يتضربون. ابو الهاشم كل ولد يتضرب ولا لا؟ ما يقول ممكن ما في. ابو الهاشم ترى بيزعل عليك ها كذا وكذا يعني ترى في اولاد والله والله في اولاد. بالله اكتب في اسم البرنامج اكتب يا رن ترى حرام عليك في اولاد مره كيوتين صح؟ المؤدبين احبهم المؤدبين احبهم الحمد لله رضت رضت علينا يا جماعه رضت علينا الحمد لله. بس كيف هاي بين اتجاهين تختار اتجاه من الاتجاهات صح برافو عليك. يلا الان طب لو عندك حصه الحصه الاولى الحصه الاولى توك داخل المدرسه تبغينها تكون رياضيات وخيرناكي رياضيات ولا لغتي؟ لغتي ليش؟ انا احب لغتي. اه صح تحب لغتي. طب لو الرياضيات فين تبغينها تحطكم الحصه الاولى ولا الثانيه ولا الخامسة ولا السادسة؟ الأخيرة. الأخيرة؟ الأخيرة خلاص ما في طاقة. إلا. فرض تكون الأخيرة فنية. إيش رأيكم؟ ولا الأخيرة تكون كده حاجة سهلة كده يعني ما فيها. الرياضيات الخامسة. الخامسة؟ إيه الخامسة. بعد الفطور الرابعة. ممكن. الرابعة علوم. علوم. إيه. الرابعة علوم. تونا مفطرين الأمور طيبة نأخذ الجهاز الهضمي أول حصة. صح؟ طيب يلا الآن نروح فقرتنا الرابعة فقط قبعات قبعات مع رند. شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.